عزو الفلاو نايت ماتي ستما، مرحبتين بكم حلقة جديدة من العشية. حرفكم كالعادة أنا عمار المنصوري وزميلي محمد. كالعادة دائما نقول عمار بيننا من الخمسة إلى السبعة حنبدأ مشوار ونيما حنكون معكم محمد الطيب. أخبار متفرقة، مواضيع مميزة حترافق العشية. حنحكوا عن العديد من المواضيع وحنحكوا عن ملحمة غنائية أكيد يستعد لها الفنان نصيف محمود. أيضا محمد مكتبة الحاجر جبل وحيشي حتى هي حيكون لها ركن خاص في العشية اليوم. بطولة الكروسفيت تجذب الشباب في العاصمة طرابلس. رياضة العشية حاضرة اليوم زي اليوم اللي فات. حقق حلم جهاد، حملة مستمرة من أجل هذا الحلم. وعمر العثماني شاب يهوى تصميم الصور حتى هو حيكون معنا اليوم. لهذا خلوكم معنا. أقيم في مدينة سرمان سباق الحلبة للخيول برعاية شركة سنافي لتربية الخيول، طبعا حنتعرفوا عليها أكثر هذا الحدث الخاص بالخيول في هذا التقرير. يلا. جايب سريب الخيل فيه تفصيلة وكل من بيسمع وصفهم نرويلة، وما زال التنافس على أشده بين جرير حنايل وجدان. كنوز الأجداد يثوارتها الأحفاد في وصلة عشق لا تنتهي بين رفيق لم يبعده سيل التطور عبر السنين. فرغم الظروف العصيبة التي تمر بها ليبيا إلا أن الخيل كانت حاضرة ولم تغيبها الأزمة. ففي سباق الحلبة الذي أقيم في سرمان تحت رعاية شركة أسنافي لتربية الخيول انتصر صهيل الخيل على صوت المدافع. يوجد بليبيا سلالات للحصان العربي يطلق عليه أصيل أو عربي حر ونصف دم أو ربع دم أو ثلاث أرباع، وهي ترمز إلى امتزاج الحصان العربي الأصيل أو الفرس بسلالة أخرى من الخيل. تعريف أو نبدا مختصرة عن هذا السباق. هذا السباق من ضمن السباقات داخل بلاد ليبيا وبرعاية وتنظيم وإشراف الهيئة الليبية لسباق الخيل. اليوم هو الأسبوع العاشر في هذه المنافسات. هذا الأسبوع حيث شهد تكريم للفرسان الفائز بالترتيب الأول والثاني بكأس ودرع لكل شوط. ينطلق السباق في تنافس جميل بين الفرسان، كل يسعى إلى إثبات روعة جواده في الحلبة التي أوصلت رسالة إلى العالم، مفادها أن هذا هو وجه ليبيا الجميل الذي لن يكون إلا هكذا. فعلا هذا وجه ليبيا الجميل. نمشي لخبر ثاني وإلى أقصى الجنوب الغربي للبلاد. تقع مدينة غات، المدينة التي عانت حصارا خانقا نتيجة حرب أوباري وتحاول اليوم أن تستعيد أنفاسها أملا في عودة الحياة فيها إلى سابق عهدها في السابق. بشكل عام شوفوا التقرير. بين أحضان جبال أكاكوس الأسطورية أيقونة الصحراء الليبية، وعلى مقربة من سلسلة جبال التصيلي التي تشبه لوحة تروي حكايات الإنسان في عصور ما قبل التاريخ، تستيقظ مدينة غات لاستقبال يوم جديد. غات تعتبر يدا ليبية تصافح بها ليبيا جارتها الكبيرة الجزائر، فغات تعد جسرا طبيعيا بين الأمتين، ومن غات المدينة والبركت والعوينات وتهالا والفيوت وخامسة هي إسن تتكون غات. توصف كمدينة راقية محبة للتراث والثقافة، وعند السقوط الرهيب للدولة الليبية بقيت غات محافظة على مفهوم الدولة، إلا أنها عانت الأمرين بعد الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه أوباري بدخولها في أطون الحرب،
فتقطعت بها السبل وقاربت المدينة أن تعيش كارثة إنسانية حقيقية. الأبطال هم أبطال السلام، شجاعة أهل أوبار الذين أوقفوا فيها الحرب واختاروا السلام سبيلا لعيشهم، أعادت الحياة إلى غات، ولكن تبقى أزمة السيولة ونقص الخدمات ومعاناة المستشفى العام أبرز المشاكل التي تعانيها المدينة. ويبقى طموح أهل غات أن تنتهي الأزمة الليبية لتتألق المدينة كما كانت دوما عبر مهرجانها السنوي الشهير الذي يأتي لحضوره الزوار من كل أصقاع الأرض، مهرجان غات السنوي لسباق المهاري، وتعود الحياة لتدب في أوصالها مزدهرة كما تعودت دائما. أكيد يعني محمد مناظر جدا خلابة في مختلف المناطق الليبية، نتمنى نشوفها أكثر وأكثر، وحنشوفها أكثر على قناة مدير 18. مزبوط. تاريخ مضى تروى حكاياته في قلب مزدة لوطيا النابضي بمعالمها الأثرية، ومن بينها منزل محمد الشريدي صانع البارود القنطراري. خلونا نشوف التقرير. مزدة لوطيا جزء ثمين من مدينة مزدة، لما تحويه من معالم أثرية وبيوت يناهز عمرها 8 قرون من الزمان. صناعة البارود هي أبرز ما اشتهرت به هذه المدينة، فأحد أهم معالمها هو منزل محمد الشريدي الذي تعود تسميته لصانع البارود القنطراري، أشهر صناع البارود بين المعارك ضد الاحتلال الإيطالي. احنا إن شاء الله في منزل الحاج محمد الشريدي من مدينة مزدة السفلى، المشهور بدق وصناعة البارود في هذه المنطقة، وكان يدقوا في البارود وينشروا فيه ويجففوا فيه بطريقة معينة وبدقة معينة، وكان مشهور، وكان في بعض حتى المراسلات اللي جاية من المنطقة الشرقية أيام الجهاد تابعت للحاج محمد الشريدي ويقولوا له زودنا بغرارة البارود أو بغرارة القنطراري كشفرة بينهم وبين المجاهدين. مرتان متواليتان سقط هذا المنزل على رؤوس قاطنيه أثناء تصنيع البارود بداخله، لكنهم أعادوا بناءه ولم تتوقف صناعة البارود بداخله رغم سقوط ضحايا أيضا. بعض الأحيان تصير بعض الانفجارات أثناء دق البارود بالذات، لأنه هو مادة مشتعلة وسببت بعض الأضرار وسبب بعض الوفيات، وبالذات في هذه الحجرة اللي خلفي كانت فيها عمتي، وكانت حتى هي تدق عمى جدي، ومعدات البارود كلها من المنطقة وليست بعيدة، قريبة من البيت، يعني تخرج من التربة الموجودة في هذه المنطقة، وهو ملح ويدق ويجفف ويعبى ويبعث للجهاد وللمجاهدين. مزدة لوطيا تحتضن في زواياها تاريخا مضى مخلفا آثارا ملموسة تدل عليه، فما بين قصبة الغزالة وجامع بلورين ومنزل محمد الشريدي حكايات تروى وقصص تحكى. دائما نقول بأن كل زاوية في ليبيا تروي حكاية. نمشي لخبر ثاني. يستعد الفنان ناصف محمود لإطلاق ملحمة غنائية جديدة بعنوان أرض الحب. خلونا نشوف هذا في التقرير. هل ما تزال الأغاني ممكنة؟ يبدو أن الملحن ناصف محمود يرى أنها كذلك. قام بوضع اللحن والتوزيع لملحمة غنائية جديدة بعنوان أرض الحب من كلمات الشاعر الغنائي محمد ميمة. استوديو نزار في بنغازي شهد مراحل تنفيذ الملحمة من عزف وغناء وتوزيع، وكنا شاركنا فيه وكل المطربين وكل المجموعة اللي موجودة كانوا كلهم يسمعوا ويقولك لا هذا خليه وهذا نحوله، هذا يحسن هذا قال هذا يحسن، وبجد نهنيهم وربي
عليه المجهود اللي بذلوه، على الحب اللي كان موجود، وكانوا كل واحد يعني حاس ان العمل له هو، وحاس انه هو اللي ملحنه واللي غني فيه سواء له او غيره. الفنانون المشاركون في أرض الحب سامي محمود، خالد الحوتي، وأحمد سعد الوس. الميزة في هذه الملحمة أن ذكرت المدن والضواحي، أضاف أكيد طابع الألحان والروح الليبية موسيقارنا الفنان ناصف محمود، بحكم أنه هو خيال واسع وله باع كبير في الموسيقى الليبية والتراثية بالدرجة الأولى، وإنسان يحب الرتم والإيقاع الليبي ومحافظ على الهوية الليبية في ألحانه. والملحمة بعنوان أرض الحب، وفعلا يعني بأمانة نحن محتاجين شيء يلمنا ويلم شتاتنا، اللي نقوله إن شاء الله يا ربي ما يكونش فيه شتات، ولكن نحن حبينا نلمسه الزاوية هذه بالذات، وأنا أسعدني مشاركتي في الملحمة هذه. يشرفني أني اشتركت في هذه الملحمة بعنوان ملحمة أرض الحب، وأيضا يشرفني أني اشتغلت مع نخبة من الفنانين من كافة ربوع ليبيا الحبيبة. أرض الحب ملحمة وطنية تضاف إلى رصيد الفن الليبي، الثقافة التي توحد وتهذب في زمن الفرقة والفوضى والتشظي. فالملحن والمطربون من بنغازي، والشاعر من مصراتة، وأغاني الملحمة تتغنى بكل مدن ليبيا وبلداتها وقراها. على وطن سلم يا طيف. تم العثور على جثة الموسيقار الليبي الدكتور عمر الرابطي في منزله بطريق المطار في طرابلس، وتضاربت الأخبار حول موت الراحل. البعض قالوا إن ممكن تكون جريمة قتل، وهذا ما زال تحت التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن الرابطي فنان وملحن وعازف عود ومتحصل على الدكتوراه في الموسيقى، كما أنه يتولى مهام مدير قسم الموسيقى في كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس. محمد، بخصوص الدكتور أكيد حنستقبله، عمر رائد، بخصوص موضوع مقتل الدكتور عمر الرابطي حنستقبله الزميل محمد بوراس، بحكم انه هو كان طالب في كلية الفنون والإعلام، وايضا مقرب من الدكتور. مرحبتين بك محمد. نعم، مساء الخير عمار، مساء الخير محمد. البقاء والدوام لله. في البداية نعزوكم كطلبة للراحل عمر وأيضا رفقاء ليه، ونعزو كل أسرته من خلال برنامج العشية. أحكينا يعني لما تلقيتوا الخبر، يعني كيف كانت ردة فعلكم بخصوص الخبر؟ والله لما تلقينا الخبر يعني في الأول صدمة، توقعناها إشاعة أو كذا، فتوجهنا مباشرة للبيعة المستشفى علي عسكر بحكم أنه يعني مقر سكنها يعني في طريق المطار، فكان عند المستشفى. فاستيقنا من الخبر والحادثة يعني توفى ممكن في ليلة الجمعة أو السبت صباحا، ما زال نتحددش الأمر، خاصة أن يعني التحقيقات يعني بعد حتى ما تم إحالة اليوم الصبح الجثمان المستشفى طرابلس الطبي للعرض الطبيب الشرعي، التقارير الطبيب الشرعي نيابة كسر رداتها مرة ثانية لعدم استكمال التحقيق او اقتناعها بالريبورت التقرير، فما زال القسم جاري تحقيق فيها من السلطات المعنيه النيابه، خاصه يعني العثور على الجثمان يعني هو ساكن لوحده في البيت، فما زال القصه فيها غموض لتكمل التحقيقات والنتائج النهائيه للطبيب الشرعي.